صباح الخير، ممكن تعرفينا عن نفسك وتحكي لنا عن فندق ريديسون رويال والمفهوم الجديد عن البرين فود اللي طارحينه؟ أكيد. اسمي ستيفاني أبو جودة، ريجنال ماركتينج مانجر بكارلسون ريزيدور هوتيل جروب، يلي هو مجموعة الأوتيلات. عنا راديسون بلو وباركين وريجنت وميسوني هوتيلز. حضرتك انت هون اليوم لانه عم نحكي عن الـ experience meetings concept، يلي هو الـ concept الجديد تبعنا لكل اجتماعاتنا اللي بيصيروا بكل اوتيلاتنا. هلا اللونش عم نعمله بالراديسون رويال، بس هو مش بس لهيدا الاوتيل، لاوتيلاتنا كلهم بيوروب ميدل ايست وافريكا، للراديسون بلو هوتيلز بالاخص. يعني بها الكونسبت الـ experience meetings، في شيء عنا اسمه brain food. شو السبيشال عنه؟ انه في شيء عنا اسمه brain food، يلي هو منركز على الاكل الهيلثي الصحي، سوري انا مش كثير اكل الصحي، كرمال كل هالناس اللي عم بيجتمعوا وعم بيعملوا اجتماعات عنا. لانه مثل ما بتعرفوا انه الاكل الصحي بيخلي الواحد يفكر اكثر، يتذكر اكثر، يركز اكثر بالاجتماع برات الاجتماع. سو حطينا هالالمنت الجديد باجتماعاتنا تنكون غير عن غيرنا، عن كل الاوتيلات، انه عنا شيء جديد. هو بس مش بس هيدي الشغلة حطينا بالإكسبرينس ميتينجز، هيدي أكبر شغلة، شيء فينا نفرجيه، فينا نفرجيه للعالم والعالم فيهم يدقوه يعني. بس عنا كمان الفري إنترنت، فري وايرلس إنترنت لكل الميتينج رومز، كل الميتينج ديليجيتس بقوادنا كلهم. نحن الشركة الأوتيلات الوحيدة راديسون بلو يلي بكل العالم أوتيلاتنا كلهم الإنترنت الواي فاي وايرلس مجاني، يعني for free. So هيدا الالمنت كمان كتير مهم كان عنا بالكونسبت الجديد تبعنا. طيب ممكن تعطينا معلومات إضافية أو شرح أكثر عن الأكل الصحي اللي عم تقدموه؟ كيف تضمنوا إنه صحي؟ كيف يعني في عندكم الشيف بيعمله؟ تحكينا عنه بشكل أكيد. مفصل أكثر. اوكي، كله ما بعرف الكلمات بالعربي تبع الاكلات والانجريدينتس المضبوطه، بس اكيد ما في قلي. الخبز كله اسمر مثلا، في كتير سمك ابيض مشوي، الجبنه كمان بتكون لايت، ما بنحط قصص دسمه ابدا. بتعرف باجتماعات اوقات بيحطوا كانديز بونبوني شوكليت هيك، نحن بدل هول بنحط هول جرين بارز، بنحط قصص هيك انه صحيه يعني. طيب بتشكرك. و في كثير فواكه، كثير خضره بدل التشيبس والناتس وهيك، والناتس اللي بنحطهم مثلا اللي منيح للصحه مثل الالمندز وفستق مفقع. بتشكرك، ان شاء الله هلا بنشوفه بالمطبخ. ثانك يو. اهلا. اوكي ثانك يو.